أخي العزيز، إحنا بتاريخ 11/5/2022 وقعنا فخامة الرئيس على كتاب بصرف علاوة 60% للموظفين. بداية إحنا احترمنا الوضع المالي للسلطة والأزمة المالية، لكن يعني شفنا إنه بتوقع مع نقابات، مع المعلمين، مع المهندسين، مع الأطباء، حتى مع فني الأشعة. يعني مع الاحترام برضو إحنا اللي معروف عنا موظفين مجلس القضاء الأعلى، إحنا سنة كاملة في الكورونا دومنا جميعاً موظفي السلطة القضائية، و90% موظفي السلطة ما داوموش. احنا في الاعياد، في عيد الفطر بننزل على دوامنا، جمعة سبت، في الاضرابات، في الاجتياحات. وعندك اكبر مثال جنين، كل يوم عندنا اجتياح، بيكون الجيبات هناك، احنا بنلف ومنداوم عشان مصلحة المواطنين. احنا في البداية اعلنا عن سلسلة اجراءات، منها تعليق العمل كان الاسبوع الماضي ساعة، هذا الأسبوع ساعتين، احتراماً وتقديراً منا لمع المستشار عيسى بشرار ولقضاتنا اللي احنا بنحترمهم، لمحامينا، للمواطن الفلسطيني اللي له حق في المحاكم. لكن يبدو انه وزير مالية لا شايف حكومي ولا شايف رئيس وزراء ولا حتى معير اي اهمية لكتاب الرئيس. فاحنا يعني راح نبدأ فعلياً بسلسلة التصعيدات في حال عدم التزام أو تعنت وزير المالية بصرف العلاوة، وليتحمل وزير المالية تبعات تعطيل القضاء الفلسطيني، وليتحمل إمتاع توقيف المتهمين بقضايا القتل والاغتصاب والسرقة وحيات السلاح بدون ترخيص. هلا تصور رسميا ما في، إحنا مش بصدد تعطيل المصالح المواطنين، ولا إحنا بصدد تعطيل مرفق القضايا. إحنا موظفين وعارفين شغلنا، عارفين إنه في مصالح للناس، عارفين إنه يعني المحامين في لهم شغل. في حال استجاب وزير المالية احنا ما عندنا مشكلة نوقف في الإجراءات، اما في حال استمرار وزير المالية في عدم صرف العلاوة، يتحمل وزير المالية تبعات الإجراءات اللي راح تكون فيها. في عندنا سلسلة تصعيدات راح تكون حتى لو نصل الإضراب المفتوح.